بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ان شاء الله حنبدأ في تدريس كورس Optimization Technique. هذا الكورس مهم جدا لجميع الطلاب في الجامعات خاصة، وفي الماجستير وفي الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، لانه هذا الكورس بعطيك الوسائل اللي انت تستطيع من خلالها تحل اي مشكلة، مش تحلها وبس، توجد افضل نقطة او افضل حل لهذه المشكلة، عشان يسموه اوبتمايزيشن. اوبتمايزيشن جاي من كلمة اوبتيمال، اوبتيمال ذا بيست. اذا هذه طرق تكنيكس اور ميثودز تستخدم لايجاد ذا بيست فاليو اور ذا بيست سوليوشن فور اني بروبلم. اذا من هذا المنطلق احنا بنقدر نقول انه هذه الطرق طرق مهمة جدا لحل أي مشكلة، وهذه الكورس إن شاء الله إحنا يعني حنركز فيه بحيث إن نقدر نستفيد منه، وإذا في كمان في ظل في وقت ممكن إحنا نعمل برامج أو نعمل عليه تطبيقات ونشوف هذه الطرق كيف إحنا منطبقها على بعض التطبيقات في الإيمج، في الصوت، في أجهزة الكمبيوتر، في أي مشاكل في الحياة، إن كيف نفضل نشوف أحسن حل لأي مشكلة معينة. الكورس هذا إن شاء الله بالنسبة للماتيريالز أو المراجع تاعته حاحط أهم إشي اللي هو النوتس، اللي هو الليكتشر نوتس اللي أنا بشرحها تكون نازلة، اللي هي السلايدات هذه اللي أنا بشرحها. كذلك أنا حاحط لك أسماء بعض الكتب المهمة في هذا التخصص، وإحنا مستعدين نجاوب على أي سؤال. تمام، وخلي بالك انه هنا كمان العلامات 50 درجة على البروجكت، على البروجكت هوم ووركس، فالفصل 50 درجة على الامتحان النهائي، هذا توزيعي الدرجات. فتوقعوا مني اعطيكم وظائف، واعطيكم قد اعطيكم كمان بروجكت تعملوه، احنا حسب التسهيل. اذا الكورس هذا اسمه اوبتمايزيشن تكنيك، او بنقدر نسموه، في ناس بسموه ماثيماتيكال اوبتمايزيشن تكنيك، في ناس يسموه اوبتمايزيشن بروجرامينج. اوبتمايزيشن يعني بروجرامينج بتيجي معنا اوبتيمال، اوبتمايزيشن بروجرام يعني التخطيط للحصول على اوبتيمال سوليوشن. بروجرامينج تخطيط، انت مبرمجها كويس، يعني لما واحد اقول له انت مبرمجها كويس، انا مخطط لها كويس، التخطيط للحصول على ايش اللي هو افضل الحلول. اذا ممكن نسمي ماثيماتيكال اوبتمايزيشن، ممكن نسمي اوبتمايزيشن تكنيك، اوبتمايزيشن ميثود، اوبتمايزيشن بروجرامينج، كل هذه الاسماء لنا. يعني زي ما احنا شايفين برضو انه الايم، الهدف من هذا الكورس اللي هو ايش، تو فايند ذا بيست سوليوشن فور ذا جيفن بروبلم، لمشكلة معينة كيف بدي اوجد احسن حل. خلي بالك في هذا المشكلة ممكن يكون لها حدود، يعني مش كل شيء مباح فيها، انت بدك تحل ضمن شروط معينة على المشكلة هذه. مثلا في مصنع عنده فيه عمال، ما عندوش 1000 عامل، عنده مثلا 5 عمال، عندوش 100 ملكين، عنده 5 مكاين، عندك انت عندك 100 جهاز كمبيوتر، ما عندكش 1000 جهاز كمبيوتر، عندك 150 يوزر و 100 جهاز كمبيوتر مثلا، فبدك توجد الحل في ضمن اللي انت المعطيات اللي عندك. وهذا زي ما حكينا هنا اوبتمايزيشن تكنيك كان بيوزد ان ماني فيلم، بيستخدم في كتير، بيستخدم في الذكاء الاصطناعي، ارتفيشال انتليجنس، الاي اي، في الديب ليرنينج، في الماشين ليرنينج، في الميكانيكال انجينيرينج، سيفل انجينيرينج، في الإدارة، في الهندسة المدنية، في كل شيء، في كل مواضيع الحياة يستخدم هذا اللي هو الكورس. طيب أنا بدي أعطيكم هنا مثال بسيط. هذا المثال البسيط اللي هو بتقدر تفهم، يعني نفهم، نقدر نفهم اللي هو إيش بيعمل، إيش بيعمل هذه الطرق. لو أنا عندي هاي مصنع، هاي مشكلة عندي مصنع، وفي في المصنع طبعا دخلوا للمصنع X1 عدد العمال، X1 number of workers، X2 كمية الكهرب هي المتوفر عندي، X3 عدد المكاين، X4 اللي هي raw materials. الآن أنا وهي الأوتبوت، الأوتبوت هذا سميه الـ F of X، حيث أن الـ X هذه فيكتور، الـ X فيكتور هي عبارة عن إيش؟ الـ X هال، أو يعني الـ X هال، الـ X هذه بتساوي عبارة بتساوي X1 و X2
واكس 3 اكس 2 واكس 3 واكس ايش واكس 4. هذه عبارة عن ايش؟ هذه عبارة عن هذه اللي هو ايش؟ هذا اللي هو الفيكتور. اذا اكس هو عبارة عن ايش؟ الاكس عبارة مثل الاكس فيكتور مثل اكس 1 واكس 2 واكس 3 وايش؟ واكس 4. تمام؟ فعندي الاوتبوت هي الاف اوف اكس بنسميها اوبجكت فانكشن. الاوبجكت الغرض انا اللي حصلت عليه اوبجكت فانكشن، وهذا الايش الانبوت الفاريبل اللي بتحكم في الاوبجكت فانكشن. اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 هي ايش؟ الاكس. تمام؟ وهذا هو ايش المصنع. فبدخل هدول الانبوتس على المصنع فاعطيني ايش الاوتبوت. الان المشكله مش هان، المشكله انه هذا المصنع مش معقول انا اروح اقعد واقعد وادخل عليه الانبوتس كل يوم واطلع الاوتبوت اشوف ايش احسن. هذه مشكلة. فالافضل انه انا اعمل المصنع ماثماتيكال بروجرام. فهو هنا المشكله اللي انا بطرحها في السؤال، بقول لي هاو وي كان ديستريبيوت ذا وركر فور ذا ديفرنت ماشين. انا عندي الماشين مختلفه، فكيف ممكن اوزع العمال على الماشين هذه بحيث انه تو جيت ذا بيست اوبتيمال سوليوشن، احسن ذا بيست اور ذا اوبتيمال، احسن حل او افضل انتاج من للمصنع. كيف اوزع العمال على المكاين؟ مع العلم في اكثر متغير، عندك اكس 1 واكس 6 اكس 2 واكس 3 واكس 4 دول ثوابت، بينما المتغير هو عدد الوركرز، كيف اوزعهم على المكاين بحيث يطلع الانتاج. فقلت انا المصنع صعب انك انت تروح على المصنع وتشتغل وكل يوم تراقب المصنع وتغير العمال على الماكينه هذه واثنين عمال على الماكينه هذه وثلاث عمال على الماكينه هذه. فافضل ايش تعمل موديل ماثيماتيكال موديل لهذا المصنع. من هذا الماثيماتيكال موديل انت بتقدر انت تشتغل عليه رياضيات بعد هيك، تقدر تشتغل عليه وتغير زي ما بدك في الرياضيات وانت في الدار وتحسب افضل ايش انتاج. لاحظ زي ما احنا حكينا هنا هي الاكس هي عباره عن ايش؟ هي اكس 1 واكس 2 واكس 3 ايش واكس 4 اللي هن ايش المتغيرات الخشيات اللي بتحكم في الاوتبوت. متغيرات بتحكم في الاوتبوت. اذا ضروري انك تعمل موديل، وان ان شاء الله هنتعلم كيف نعمل موديل في لبعض المشاكل. في بعض المشاكل ما نقدرش نعملها موديل، فلازم استخدم خوارزمية ايش طليق فيها. تمام؟ زي ما هو هنا مكتوب ذا بروبل اوبتمايزيشن تكنيك، لازم تستخدم ايش تكنيك لبعض المشاكل ما نقدرش اعملها موديل، ففي تكنيكات معينه ممكن تستخدمها. طيب زي ما حكينا هنا الاف اوف اكس بنسميها اوبجكت فانكشن، والاكس 1 واكس 2 بنسميهم ديسيجن فيريبل اور كنترول فيريبل، هن بتحكم ايش في الاوبجكت فانكشن في المتغيرات. لما اقول مثلا انا اكس 1 اكبر من 0 اقول اكس 2 اكبر من 10 اكس 3 بين 2 وبين 1، هذه المعادلات اكس 1 اكبر من 0 بين 5 و10 بنسميها كونسترين فانكشن. كونسترين فانكشن دول قيود انا لازم من خلالهم اقدر ايش احسب اللي هو القيود، خلال اقدر احسب اللي هو الاوبتيمال سوليوشن. في لهذا الفانكشن بدها تصير ايش عكسه، لو ضربتها في ناقص بتصير ناقص اف اوف تي، بتصير ايش لتحت، بتصير بدل ما كانت ماكسيمم بتصير مينيمم فانكشن. بالتالي احنا بنقدر نقول انه زد اوف تي واف اوف تي في الحال هذه ديوال فانكشن. زد اوف تي از ديوال فور اف اوف تي، او اف اوف تي از ديوال فور اف اوف تي اوف زد اوف تي. وبالتالي انا بقدر احصل الماكسيمم من المينيمم او المينيمم من مين؟ من الماكسيمم. خلي بالك هنا الاوبجكت، انا كمان بقول اقول ملاحظه اوبجكت فانكشن از ان ذس كيس، في حاله انه ما تكون اوبجكت فانكشن في حاله مينيمم بدي احصل على قيمه المينيمم هنا بتسمى لوس فانكشن او بتسمى كوست فانكشن. لما بدي احصل على المينيمم فاليو بنسميها لوس فانكشن. شوف علي المينيمم او كوست فانكشن. تمام؟ ممكن نسميها بشكل عام اوبجكت فانكشن، بس هنا في الحالات ممكن نسميها اوبجكت اللي هو ايش كوست فانكشن اور لوس فانكشن. في نقطة مهمة انا بدي اقولها مقدمة لانه هستخدمها كمان شوي، جلوبال مينيمال اند لوكال مينيمال. انا في ال جلوبال مينيمال اند لوكال مينيمال بوينت. لاحظوا طلعت على الجراف هان
بلاحظ في اكتر من نقطة مينيمم. اقل نقطة مينيمم سميها جلوبال، عالمية جلوبال، بس هذا النقطة لان اقل قيمة تسميها لوكال مينيمم. هنا في الماكسيمم في عندك اكتر من نقطة، هذا نسميها لوكال ماكسيمم. لوكال ماكسيمم هذا اللوكال ماكسيمم، هذا جلوبال ماكسيمم، يعني على اساس ان هذا اعلى شوي منها هيك، هذا جلوبال ماكسيمم. جلوبال ماكسيمم اعلى قيمة نسميها جلوبال في الماكسيمم، واقل قيمه في المينيمم نسميها جلوبال مينيمم. اذا عندك مجموعه من المينيمم فاليو اقل قيمه فيهن نسميها جلوبال مينيمال، كذلك في حاله ايش الماكسيمم. هنا هذا احد مساوئ الطرق القديمه اللي قلنا عنها، بتقدر توجد لك مثلا واحد مينيمم لكن بتغرز، بتقدرش توجد الجلوبال مينيمال. تمام. الان اللي بدنا نتكلم عن اللي هو انواع الاوبتمايزيشن تكنيك. انواع الاوبتمايزيشن تكنيك هنتكلم في شوي تاريخ، الان يعني نتكلم بشكل عام. انا في الحقيقه قسمنا يعني حاولنا نجتهد ونقسم انه الاوبتمايزيشن هذه الخوارزميات لقسمين، خوارزميات قديمه كلاسيكال اولد او تراديشنال ومودرن اللي هو نون تراديشنال ميثود. في عندي اولد ميثود وفي عندي مودرن ميثود، تراديشنال ميثود نون تراديشنال ميثود. من هنتكلم عن الكلاسيكال او الاولد ميثود. هذه الاولد ميثود يعني معظمها طرق رياضيه وتعتمد على الجريدينت بيز. جريدينت بيز يعني على التفاضل، تعتمد على قيمه ايش التفاضل، على التفاضل، وبتتميز ميزه سريعه لانه عندك ماتيماتيكال موديل بتفاضله وبعطيك ايش نتيجه. هذا اذا كانت الامور مسهل، يعني الموديل كان بسيط مش صعب كثير ولا معقد، فبتفاضل تطلع نتيجه ايش سريعه. من امثله هذه المثل نيوتن رابسون ستيبست ميثود، جريدينت ديسنت ميثود، لينير بروجرامينج، نون لينير بروجرامينج، ليست سكوير ميثود، لانجرانج ميثود. هذه كلها طرق تقريبا قديمه، فعلا قديمه، ولكنها لها ميزات وسريعه. وميزاتها ايضا عشانها قديمه ومعروفه دائما تلاقيها مبرمجه، موجوده في برنامج وجاهزه، ممكن تستخدمها وتطبقها على المشكله بتاعتك ويعطيك ايش حلول. كذلك هذه الطرق زي ما هو مكتوب هنا، هذه الطرق ممكن تعملها يعني كومباينيشن بين هذه الطرق والطرق الحديثه، فبعطيك طريقه جديده اسمها هايبرد ميثود. بعطيك طريقه جديده اسمها ايه هايبرد ميثود. هاي مميزات، بس أرضو أيضا إلا الولد مثل مساوئ. مساوئها مثلا زي ما قلنا إنه إذا علق في المينيمم في أحد المينيمم فاليو بقدرش يجيب الجلوبال، زي ما هاي شايفين بقدرش يقارن ما بين الجلوبال عند المينيمم بوينتس. بعلق عند المينيمم وبوقف، مع العلم هتلاقي نقطة مينيمم أكتر منها، هذا مساوئها. وبعدين إنه أنت لو كان الموديل صعب، كومبلكس موديل، صعب انه يجيد يحله، تعمله تفاضل وتجيبه تساوي صفر و و و و صعب انك انت تجد الاوبتيمال بوينت. كذلك فما رايك لما نكون الموديل اصلا كومبلكس، فبتقدرش تعمل له موديل وبالتالي بتقدرش تطبق هذه الطرق. تمام. فهذه المساوئ الطرق، هذه مساوئ الطرق القديمه. الان بالنسبه للطرق الثانيه اللي هي المودرن ميثود، الطريقة الثانية اللي هي المودرن ميثود، الطرق الحديثة في الحقيقة عملوها عشان تغلب على الطرق القديمة اللي إنه لما يكون عندك الموديل very complex أو المشكلة very complicated problem، فبدهم يستخدموها هذه الطرق الحديثة. هذه الطرق الحديثة عادة inspired by the natural phenomenon، يعني من الظواهر الطبيعية، بتأخذ الإيحاءات تاعتها أو الخطوات تاعتها من بعض الظواهر أو بعض المخلوقات الطبيعية، مثلا سرب الطيور، السوارم ألغوريثم، بارتكل سوارم ألغوريثم. سرب الطيور لما يروح يدور على طعام بتلاقيه بيوزع حاله في النقاط، في الأخير بتجمع، فبده ياخذ كيف بيعمل سرب الطيور، كيف بيعمل وكيف بدور على الطعام، بياخذ نفس الطرق فيها وبطبقها عشان يبحث على في نقاط معين وفي الأخير يصل للهدف اللي هو في الطعام، وفي أحسن مكان للطعام، في الطعام وفي أحسن، فبيستوحي الطرق من من المخلوقات الطبيعية. حتى في صناعة الطيارات تلاقي الطيارة شكلها زي احد الطيور،
عشان تقدر الطيارة تقاوم ضغط الهواء. من هذه الطرق اللي هو المهم يعني المشهورة براكتيكال سوار الجورثم، وعندك ديفرينشال ايفولوشن الجورثم، في عندك جينيتيك الجورثم، هذول بعض الطرق. في الآن اللي هو خوارزمية النمل، في خوارزمية الضفادع، طرق جديد هذا ايش طرق. هذه الطرق يعني بتستخدم بوبوليشن بيزد او سيرشنج بيز، بمعنى انها بتضلها بتفرض مجموعه من الحلول، وبتضل بتاع كل محاوله تزغر هذه الحلول، تزغر هذه الحلول، تزغر هذه الحلول لما تصل للحل المناسب او الاقرب حل. ما بتعطيكش اكزاكتلي سوليوشن، بتعطيش حل قريب للاكزاكت سوليوشن، بسميها بوبوليشن بيزد، لانه بتعطي كانديديت سوليوشن، مجموعه من السوليوشن المرشحه، ثم بتصغر هذا الكانديديت سوليوشن كل محاوله، والتصغير بطريقه عمليه سيرشنج، بحث في هذه النقاط. طيب في كمان من هذه الطرق الحديثه اللي هي الطرق اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، او هي اساس للذكاء الاصطناعي. من هذه الطرق الارتفيشال نيورال نتورك، سبورت فيكتور ماشين، وفازي سيستم. وحناخذ واحد من هذه الطرق، وحناخذ مثلا اكثر واحد من هذه الطرق، وحنشرح ان شاء الله. تمام. انا النوع الثالث اللي هو الهايبرد اوبتمايزيشن تكنيك. الهايبرد اوبتمايزيشن تكنيك هذا بتميز انه انا باخذ مثلا طريقه قديمه وطريقه قديمه، او طريقه جديده مع طريقه قديمه، كلاسيكال ميثود مع مودرن ميثود، بكون خوارزميه جديده اسمها هايبرد تكنيك. ليش طب اعملهن؟ عشان اقدر اتغلى مثلا على احد المساوئ في احد الطرق، عشان اتغلب على السرعه، اتغلب على الزمن، احصل على نتيجه اكثر دقه، وبالتالي بتكون ايش هو بوتنسيال تكنيك. هذا طبعا اللي التوب واللي بيشتغل عليه ايش حاليا. الادفانتج زي ما قلنا هنا، المودرن تكنيك لها ادفانتج اللي هي I'm not used mathematics anymore، بستخدمش رياضيات، فيش رياضيات، كلها خوارزميات وطرق، خطوة ورا خطوة، وبحصوا في الاخير بحصوا على ايش نتيجة البحث، بحصل على ايش على النتيجة. وكذلك بحصوا على النتيجة يعني تقريبا ايزلي، بسهولة، بدون ايش، بدون اي مشاكل او اي صعوبات انا قد اواجهها، يعني حتى لو كان الموديل او كانت المشكلة كبيرة كتير. لاحظ هنا انه انا disadvantage of modern method، مساوئ المودرن ميثود انه بتاخذ وقت. كيف انا عملية السيرش وترايل، المحاولة الاولى بقلل الكانديديت، المحاولة الثانية بقلل الكانديديت، وظلنا قلل الكانديديت، فبالتالي هذه الطرق بتاخذ وقت، ومن ثم انا هذه عيوبها. هذا احد العيوب. العيب الثاني لها انها تعطيكاش الحل بالضبط، exact solution، بتعطيك حل قريب للexact solution، مش هو بالضبط، بتعطيك حل ايش قريب له، وبالتالي يعني تعتبر افضل من غيرها، لانها تعتمدش على تعملها مثلا ماثماتيكال موديل. حتى لو كان الموديل الموجود صعب جدا، بتقدر ايش، بتقدر تحله. اذا من هنا احنا بنقدر نقول انا في انا عندي ثلاث طرق للاوبتمايزيشن، في عندي كلاسيكال او اولد ميثود، في انا عندي مودرن ميثود، في انا عندي هايبرد ميثود، وكل واحد لها ميزه، كل واحد لها استخدام. ففي بعض الموديل بدك تكون حذر كيف تقدر تستخدم الموديل، تستخدم الطريقه المناسبه لكل موديل، الطريقه المناسبه لكل حاله. فهذا بدها شويه خبره. فان شاء الله احنا يعني نقدر قدام انه احنا يعني نحاول نستخدم هذه الطرق في احد التطبيقات، في مثلا في الايمج بروسيسنج. انا ايمج عليها نويز، كيف بدي ارفع النويز هذه؟ بدي ايش اعمل عمليه سيرش بين كل البكسلز، بحيث اني ادور على البكسل فيها نويز واحط عين عليها وارفعها واعملها ايش، واعملها تعديل. ممكن انا استخدم هذه الطرق مثلا في الصوت،
كنا نستخدم هذه الطرق في ابحاث في البيولوجي في الـ في الـ في, الـ في الكمبيوتر ساينس، في اي مجال استخدم هذه الطرق بحيث من اجل في الاخير احصل على احسن نتيجه، ومن ثم احنا ان شاء الله نقدر ايش ان يعني نقدر ان نستفيد ونبني سوليد كونسبت اللي يقدر يخلينا نكمل ونعمل ابحاث، وخاصه احنا طلاب ماجستير او دكتوراه اللي بتساعدنا في الدكتوراه ان شاء الله ونستفيد منها. هيك احنا اليوم المحاضره هذه كانت مقدمه، المحاضره الجايه اللي بعديها ان شاء الله احنا بنتعلق حناخذ بعض الامثله النيوميريكال، امثله بسيطه بس بالتدريج، بحيث احنا نتعلم كيف نقدر نحل بعض المشاكل البسيطة، وكمان نتعلم كيف نعمل موديل، عندي داتا وكيف احولها لايش ماثماتيكال موديل، كله سهل. يعني احنا بدنا في الكورس هذا لازم كل واحد بيعرف يعني شوية رياضيات، يعني بيعرف رياضيات، مش حنخش تعميق كتير في الرياضيات، بس لازم تعرف رياضيات تمام. وحنتعلم الخوارزميات، بدهاش رياضيات، الخوارزميات بدها خطوة، تستخدم الخطوات خطوة خطوة. فأنا بتمنى لكم كل توفيق، وممكن أنتوا تسألون يعني أي سؤال أنتوا عايزينه، وإن شاء الله بنكون عند حسن ظنكم وبنستفيد من هذا الكورس ومنتابع مع بعض. لأنه الكورس هذا يعني أنا لما كنت طالب دكتوراه يعني كنا ياخذوا طلاب هندسة صناعية، هندسة الكهرباء، وهندسة المدنية، والكمبيوتر ساينس، كلهم كانوا الطلاب كلهم قاعدين فيش في نفس الفصل، وكان الدكتور هو اللي بدرسهم. تعيين التجارة كمان كان يجي يخد، وتعيين التجارة كان يجي يقدوه. فكورس مهم جدا، فانتبهوا إن شاء الله. أنا بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى لكم إنه أنتوا تستفيدوا منه أكثر ما يمكن. خلوا بالكم إحنا ممكن نستخدم برامج كمبيوتر، نستخدم الماتلاب للعمل برامج لبعض البرمجة لبعض الخوارزميات هذه، ونطبقها على بعض المشاكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.